اليوم اللي عم بيتابع يعني سياسي، بقول لك يعني حتى يعني صحفيين اليوم بيشعر بال يعني بالقرف فعليا، مساله تكرار وما في شيء، ما في جدوى معينه. فكرنا مبسوطين نحن يعني. لا مش انتم ملزمين، بس انه نحن ملزمين، بس انه ما في امل اليوم انه لا لا. واهم شيء بالسياسه لا مساله هذه ما راح توفقنا فيها. مش قبلين معك، مش قبلين. انه في ما في امل معي بتغيير يعني حقيقي اليوم بانبوتس بهذا النظام. انا برجع بردك للحظه 16. هلا مختلفين انا وياك على ليش على 17 20، مختلفين على قصة الأمل هلا. بالعمل السياسي أو بالحياة السياسية أو بحياة الدول وبمسارات الشعوب ما في إمكانية للاستسلام وما في إمكانية لمواجهة الظلم. بتقلي نحن بمظلومية، بقول لك إيه نحن بمظلومية. بتقلي في عدم عدالة، بقول لك إيه في إفلات من العقاب وعدم عدالة. بتقلي في عدم مساواة، بقول لك إيه في عدم مساواة. بتقلي ما في قضاء، بقول لك إيه ما في قضاء، في بعض القضاة. بتخلي وضع اقتصادي منهار اكيد، بتخلي وضع اجتماعي أسوأ بقول لك اكيد، بس شو بنعمل؟ ما نواجه وما نكفي. السؤال اللي ما حدا ما بجاوب عليه، كيف يعني اليوم كيف بدنا نطلع بالادوات؟ اكيد كل الدول عندها مشكله، بس كيف بكل الادوات المتاحه، سواء بالموضوع القانوني. اليوم بتعطيك مثلا حرب الإبادة، بس بدون ما تتعاونوا مع هالأحزاب الأساسية. يعني هل في أحزاب في أصعب من وضع غزة اليوم؟ هن الأغلبية لا موجودة. إذا بدنا هالأحزاب إذا ما ساهمت أو ما أقرت اليوم تقول بدنا نطلع بشكل أو نعمل نقاش مختلف بالبلد، ما بحياة ما رح نطلع من هذا. خيب في مصالح متحكمة. يعني في مصالح مع هالأحزاب، سواء مصرفية سواء سياسية سواء زبائنية، متحكمين باللعب. نحن عم نحكي من ضفة مختلفة كليا، من تموضع مختلف كليا عن مصالح الأحزاب ومصالح المنظومة السياسية والمصالح المتشابكة السياسية والمالية. تمام. والاقتصادية. أنا بدي أعطي مثل صغير بس على موضوع الأمل. اليوم في أكثر من حرب الإبادة اللي عم بتصير على غزة، ما بتخيل في وضع مأساوي بالإنسانية كلها سوا أكثر من عم بتصير بغزة. صحيح. يعني كلنا متوافقين اليوم اليوم 114 على يعني على هذه الحرب الإبادية. طيب جنوب أفريقيا أخذ مبادرة وراح تقدمت شكوى على محكمة العدل الدولي، واليوم قضية فلسطينية صارت بأهم محفل قانوني أو قضائي دولي، واليوم تثبت أنه يجب وقف حرب الإبادة بالقرار اللي صدر مبارح، واللي فيه أحد أعضاء القضاة كان مرشحكم لرئاسة الحكومة قاضي نواف إسلام، اللي كمان قرار كتير مهم صدر من الناحية القانونية مبارع عن محكمة العدل. ما فينا نكون نحن عم نستسلم للإبادة، سواء الإبادة البشرية أو الإبادة السياسية والاقتصادية، من دون ما نكون عم نحاول بكل الوسائل المتاحة. شوف يعني لأنك فتحت هذا الموضوع بدنا نختم بثلاث دقائق. اليوم كيف توصف كمحامي اليوم هذا القرار؟ كان في انقسام اليوم، في ناس انه اجى دون حد وقف او طلب اجراء وقف اطلاق النار السريع اليوم. ليش في رايك ما لجأت المحكمه مع انه قدمت كل هذه الحيثيات صراحة الى وقف اطلاق؟ ما طلعت على حيثيات مصر اللي كنا بالموازنه. صحيح. يعني بصلب النقاش وكان كان الخميس او الجمعه ساعه 2 القرار صدر، ونحن كلنا قلنا اسبوع موجودين عم نناقش وعم نحضر لجلسه المناقشه نهار الجمعه، فما صار لي اطلع على الحيثيات صدقا استاذ رامز. تمام. بس اللي شفته واللي سمعته انه بمحل معين واللي تاكدت منه انه ثبتنا اليوم مظلوميه الشعب الفلسطيني وانه يتعرض لهذه الاباده، وتم التثبيت انه هناك اباده عم يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وهيدي اهميه هذا الموضوع. عظيم. ولا اطلع على الحيثيات. بخجل انا اسال هذا السؤال، بس مضطرين يعني انه بتسمع بكل هالمداولات. هذه السياسه الوحيده اللي موجوده، مش هيك عم اقول لك بالبلد، انه في مقايضه وفي انتظار وضع رئاسه الجمهوريه لما بعد انتهاء حرب غزه. هل في صحيح انه ما حكي عن انه في مقايضه معينه يجري العمل مع حزب الله بمساله حرب غزه ورئاسه الجمهوريه؟ ما عندي معلومات حول هالموضوع، سمعنا بالاعلام بهذا الموضوع، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يمكن بموقف من المواقف بين 17-01 ورئيس الجمهورية نفى هذا الشيء، بس الموضوع منه مقايضة. يعني كمان بس اكيد رح يعني بعد يعني انتهاء هذه الحرب عظيم. نحن لك شو موقفنا، نحن غير معنيين باي مقايضة. اوكي، لا تكون واضحين. موضوع رئيس الجمهورية هو مرتبط بمدخل الحل للانتظام المؤسسات وللازمه اللبنانيه، ونحن قدمنا مبادره رئاسيه وعملنا كثير خطوات ما بدي ارجع عيدها.
تمام، هذا نقاش صار واضح بدي ارجع فيه لورا ورانا. هذا هي مسؤولية وطنية، انتخاب مجلس نواب هذه مسؤولية وطنية اوكي، وانتخاب مجلس نواب وانتخاب رئيس جمهورية مسؤولية وطنية، والفرق شغور رئاسة هي جريمة اليوم بحق البلد وبحق الناس، وخاصة انه في عندنا حرب. حكيت اعطيتك مثل قبل شوي عن الحكومة، حكومة العدو شو عملت، بتخيل الحد الأدنى كان من التضامن أو من التماسك ومن هذا المواجهة العدوان هو التنازل، هو تقديم التنازلات لما حدا لمنه مستعدين يقدموه، وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية والذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية. مهم جدا، بدي اختم على هذا الامل يعني اللي اعطيته فراس حمدان، وهذا الاصرار يعني اليوم بمساله التمسك بهذه المواجهه، وان يعني ما الناس ما بتلمس تغيير سريع. وايضا مهم جدا مساله اللي حكينا عنه، نحن ما عندناش قصه صحريه ولا كاسه زر، بس التضامن الانساني، وايضا الخطاب السياسي ما بيضل جامد يعني بيتغير حسب الموقف وطريقه هذا العمل، على الرغم من التمسك بمبادئ معينه، بس في تغيير بخطاب سياسي او بطريقه هذا الخطاب بلحظات مفصلية مثل اللي عم نعيشها بالجنوب، أو حدنا أيضا نتيجة هذا نظام الفصل العنصري بفلسطين المحتلة.